الله، هذه جدة البلد اللي يقولون عنها. عاد انا سمعت هنا في رمضان الدنيا غير، الفوانيس اللي تتعلق واجواء رمضان اللي قبل 50 و60 سنة. لا بصراحة هنا الاجواء ترجعك فعلا لايام زمان، كيف كانوا عايشين، كيف التقارب هذا، الود اللي موجود بين المناطق، البيوت شوف كيف موجودة جنب بعض، الرواشين. وحكينا عن رواشين جدة القديمة، صراحة انا ماسكة معي الان ابغى البس زي لبس اهل جدة القدام اللي فيها العمامة الذهبية هذه ولا البرتقالية، ما ادري انا وش سالفتها، بس اكيد راح القى لي محل هنا بسأل، ولازم نعيش التجربة بس سوا. ها السلام عليكم، مساك الله بالخير، شلونك ابوي؟ طيب، نبي نلبس لبس اهل جدة القدام. الله، هذا حق العمدة، ها اشيل شماغي يعني؟ اشيل شماغي. امورك طيبة؟ هذا العصات، يلا يعطيك العافية يا ابوي. كذا انا الحين لابس زي لبس اهل جدة لما تكون واحد عمدة ولا شيء، يكون هالنظام العمة اللي موجودة فوق راسي والحزام والشال والعصات. بس الجولة توها تبدأ، لسه ما انتهينا. السلام عليكم، كيف الشغل الليلة؟ دفعتوا اللي عليكم؟ يا سلام، مساك الله بالخير، كيف الحال؟ كيف الحال يبا؟ دفعت اللي عليك؟ حسبت حسابنا بالغدا؟ أنا العمدة. تفضل. البلد بلدنا، قاعد أبيع انطباع إني عمدة صدق. حياك الله. أنا العمدة. هذه أحد الشوارع اللي موجودة هنا في جدة التاريخية. يعني ما شاء الله تبارك الله، على الرغم من أنه من مئات السنين بل من آلاف السنين هذه المدينة موجودة، إلا أنه الحياة لسه موجودة فيها، وبعذرهم اليونسكو قرروا أنهم يضيفونها لأنه إرث وتاريخ كبير. مجرد أنك تتمشى هنا الخمس دقائق تقدر ترجع لأيام زمان، كيف كانوا عايشين، كيف كانوا يتصرفون، كيف كانت حياتهم. وأنا إلى الآن كل ما أتذكر أنهم يقولون لي في رمضان هنا الدنيا غير، الفوانيس تشوفونها شغالة، الأعلام، التراث الرمضاني الإسلامي اللي معروف. باين علي عمدة؟ وشلون البيع صاير معاك؟ دراهم واجدة؟ في فلوس؟ هلا وسهلا. هلا حياك الله. حياك عمدة. الله يبديك، ما شاء الله الهيل طيب اليوم. ها؟ الهيل والله جيد جدا، هذا شهر رمضان ان شاء الله. كم الكيلو فيه؟ الكيلو فيه مستوي، هذا الكيلو حقه 80. ما شاء الله. وهذا الكيلو حقه 70. وهذا الكيلو حقه 50. ما شاء الله والله. عدة انواع عندك، انتم مجهزين لرمضان الامور تمام. ايوه حق رمضان ان شاء الله. ايوه تقول لي ب 80؟ ايوه هذا الكيلو 80. طب اعطنا كيلو يا شيخ. هذا كيلو. رقم واحد. حلوة الجهود بصراحة كمان اللي صارت هنا لمحاولة إحياء المكان. يا جماعة أنت أبداً ما تحس أنك أنت في مكان تاريخي، أنت حاس أن الحياة اللي موجودة هنا حياة طبيعية بالكامل، جميلة جميلة فعلاً، يخليك دائماً تتذكر أيام أول البساطة، عدم التكلف اللي كان موجود، كيف كانوا عايشين فيه. هذه الطاقية اللي أنا لابسها حقة العمدة تكون بالشكل هذه كذا، كبيرة ومقوسة على فوق، مو زي اللي عندنا في نجد أو في باقي المناطق. عادة في باقي المناطق تكون بالطريقة أو زي هذه الطريقة العادية. فحلو هنا تقدر تشوف مختلف الثقافات والتراث اللي موجود في هالمكان، مو بس تراث أهل الحجاز، لا الكل موجود هنا، بس في تركيز على تراث أهل الحجاز. المكان جميل بصراحة، والحلو في الموضوع أني أنا متواعد مع رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي بن صالح نوار. أهلاً وسهلاً. حياك الله باش مهندس. يلا نتحييه. الله يبديك. مرحبا. يا مرحبا. عساك طيب. يلا نتحييه. لا تتفاجأ من لبس العمدة، بس قلت لازم أعيش الجو بصراحة. والله سبقتني. يا حبيب قلبي. الله يسعدك. أنت دحين جداوي أكثر مني. لا والله أنتم الخير والبركة. أهلاً وسهلاً. شلون أمورك باش مهندس؟ بخير الله يسلمك. كيف يعني حالك؟ والله أبشرك الحمد لله. يعني ما شاء الله بصراحة مكان عجيب. ما استغرب ليش الملك سلمان زاره شخصيا يعني. والله هذا من حسن اخلاقك وطيبه نفسك. جده مدينه جميله عريقه، واحنا الان في اهم مسار لها هو مسار الحج. وانا شايف البوابه هذه الموجوده لها علاقه بمسار الحج. نعم. كان الميناء بعد هذاك المبنى. أيه. وهذا يسمى باب النافعه، وتدخل انت كده على المدينه، وكان في اسوار لها تفصلها عن الميناء. وهذا المدخل الرئيسي من عهد عثمان بن عفان، مدخل الى جده ومنها الى مكه المكرمه. البحر خلفنا ومكه امامنا. ما شاء الله. بس باشمهندس جهود كبيره اكيد بذلتوها للحفاظ على هالتاريخ اللي موجود.
والله صراحة زملائنا من عام 1400 هجري بدأت عملية المحافظة وتصنيف المباني وتصنيف المنطقة وحمايتها، والآن ما شاء الله تبارك الله يعني الجهود بدأت تثمر والحمد لله. إيش مدى أهمية جدة التاريخية اليوم؟ والله أهميتها كبيرة جدا، وهي مدينة عريقة ومدينة يعني اختارها الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه مدخل رئيسي، وسبح في بحرها وصلى ركعتين وأعلنها مدخل رئيسي للحجيج، وبدت المدينة تتوسع. طيب اليوم المساحة اللي مبنية عليها المدينة كم تقريبا؟ تقريبا أكثر من كيلو متر مربع، ما بين الكيلو متر مربع والميل ما شاء الله. وفيها أربع حارات، حارة اليمن وما كان جنوبا عند العرب فهو يمنا، وأقصى الشمال حارة الشام وما كان عند الشمال عند العرب فهو شاما، ومنها الركن اليماني والركن الشامي في مكة المكرمة. صحيح. وبعدين إحنا الآن في حارة المظلوم الشام واليمن وحارة البحر اللي تحد البحر، وطبعا إحنا في قلب المدينة متجهين شرقا. جولتنا في جدة التاريخية مع رئيس البلدية المهندس سامي بن صالح نوار لسه ما انتهت، لأن فيها الكثير والمزيد من أسرار هالمنطقة اللي راح نتعرف عليها سوا.